بونجور واضح، أنا ألين لحود. صراحة هن اتصلوا فيي، كانوا عم يعملوا نوع من كاستينج برات إطار فرنسا، وتحمست للفكرة كتير لأنه اعتبرتها تحدي لإلي ومغامرة. كنت فخورة أنه أنا أول شخص غنى باللغة العربية على تلفزيون فرنساوي، وكانت أول مرة بتصير بتاريخ التلفزيون الفرنساوي. هلا عم عندي غنية جديدة بدي صورها قريبا فيديو كليب، وبدها تنزل يعني سوشيال ميديا وراديوات وتلفزيونات ان شاء الله، ورح تكون من اخراجي لاول مرة. انا بدي اقول لكل العالم ما في شيء بيدوم، فاستفيدوا. للحزن بيدوم وللفرح بيدوم، بس كل لحظة عيشوها مثل ما هي وعيشوها بكاملها.